للتعليق على أداء الأسواق المالية العالمية وأيضا الاقتصاد العالمي خلال جلسات هذا اليوم. معنا في الاستوديو محمد زيدان، كبير محللي الأسواق في شركة ثينك ماركت. أهلا بك محمد. أهلا. يعني خبرين أساسيين هما نية الميزانية الاتحادية في الشهر المقبل، عفوا الميزانية الفيدرالية الشهر المقبل، وأيضا محضر الفيدرالي. دعنا نبدأ من توقعات الميزانية، ميزانية ترامب في شهر مارس المقبل، يعني وما هي يعني ما الذي سنرى انعكاس من وعوده الانتخابيه في هذه الميزانيه؟ بالضبط، هو دايما الاسواق هتشوف الطريق الموازي للميزانيه. ماذا يعني ينوي ترامب في تحقيق ناحيه الضرائب؟ هل هيكون في تخفيض بشكل كبير زي ما هو؟ هل هيشوف ترامب في تحديد الميزانيه؟ هل هيشوف في اتفاق مجمع في الكونجرس على خطته؟ وده متوقع لحد ما من الجمهوريين قبل حتى عرض الميزانيه. نتوقع ان الاسبوع اللي جاي او اللي بعده يبدا يدي خطه الاصلاحات الضريبيه بتاعته. فهو الميزانيه هيتم التركيز على الانفاق وعلى قد ايه سوف يتم خفض الضرائب. طبعا العجز متوقع في كلا الحالات، متوقع على الاقل في الاجل القصير مع ترامب، ممكن في الاجل الطويل هيبدا يسدد ديونه او يقلل العجز، ولكن الانفاق وتخفيض الضرائب هو اهم ما يتركز عليه الاسواق واهم ما يتابعه الاسواق، ودوت اللي دفع داو جونز زي ما حضرتك قلت للمستويات التاريخيه دي، ولسه هنشوف مستويات اعلى من كده. كل ده قايم على ايه؟ ان في سبيندنج او انفاق على البنيه التحتيه، وفي خفض ضرائب يعني هامش ربحيه كبير للشركات. كل دوت بيساعد حتى على نفسية الأسواق ونفسية الاستثمار، أو حتى ميزة الاستثمار أو ميزة تنافسية الاستثمار في أسهم أمريكية. ولكن السؤال هنا، هل هيكون في توافق على الخطط اللي هو بيقدمها؟ الخفض الكبير للضرائب بشكل مبدئي، مش هيكون في اصلاحات ماليه قبل كده، فدوت لحد ما حتى خلى الفيدرالي يوم امس هو مستعد يرفع فايده زي ما كان في سبتمبر السابق. صحيح. انتظر الانتخابات سبتمبر بعد كده رفع فايده، دلوقتي منتظر يشوف ترامب هيعمل ايه، وهو اوضح المخاطر وعدم اليقين. هو ما قالش مخاطر، اسف، هو قال عدم اليقين اللي ناتج من السياسه والاصلاحات الماليه اللي بيتبناها ترامب ممكن هتاثر على رفع التضخم وخلافه. فبالتالي عدم اليقين والضبابية بشكل ميزانية بشكل إصلاحات ترامب هي اللي بتسيطر على الأسواق. ولكن في ناس نبدأ تفاؤلية بالنسبة للأسهم، لأن ترامب شوية شرس في اتخاذ قراره أو لحد ما يعني صارم، فممكن ياخدها بأشكال أخرى ويبدأ ياخد إجراءات إصلاحية للاقتصاد الامريكي. تحدثت عن محضر الفيدرالي والحذر ربما نوعا ما، ولكن هناك توقعات، ومعظم ربما معظم المشاركون كانوا يدعمون رفع الفائده في مارس المقبل، بس كمان في ظل خفض الضرائب المتوقع وديون امريكيه تصل الى 30 تريليون دولار امريكي، مش راح يضر رفع الفائده في هذه الديون؟ لحد ما هو بس سلاح ذو حدين بالنسبه لهم، ولكن هم خوفهم الاكثر ان اي بنك مركزي بيسعى دايما للبرايس ستابيليتي او استقرار مستويات الاسعار، فبالتالي الهدف الرئيسي للفيدرال الامريكي حفاظ على مستويات الاسعار. مستويات التضخم السنويه في امريكا وصلت 2.6%، المقياس التضخم اللي بيفضله الفيدرالي عند 1.6%، فهم جاهزين ان هم يرفعوا فايده، وبالعكس هم يتوقعوا كمان رفع الفايده بوتيره اسرع مما قالوا عليه لو ترامب قدر يحقق الاصلاحات ووعوده. فبالتالي الفيدرالي هو جاهز انه يرفع فايده، ولكن منتظر توضح الرؤيه خصوصا في امريكا، وعلى فكره كمان المخاطر اللي جايه من الناحيه الثانيه او قاره اوروبا عندهم مخاطر سياسيه بتؤثر على الضبابيه. فاعتقد الانتظار وشهر 6 هو افضل وقت ممكن نشوف فيه رفع للفايده الفيدرالي في الولايات المتحده من قبل الفيدرالية. ذكرت قاره اوروبا والمشاكل التي نراها الان هناك، هناك عده مشاكل، هناك اليونان، هناك التصريحات من المانيا، هناك ايضا ايطاليا تدخل على الصورة. وقبل شوي كنت عم تقول لي مقاله اسماهم محمد العريان انجري بوليتيشنز في اوروبا، شو متوقعين نشوف باوروبا وشو الانعكاسات التي ستكون على الاسواق؟ هو اخطر دلوقتي، اخطر مع الساحه هو انتخابات فرنسا. لان الحزب اليميني لحد ما بدا ياخد ارضيه في الانتخابات واستطلاعات الراي. الحزب اليميني اساسا واعد ان هو يبدا يخرج فرنسا من الاتحاد الاوروبي، ففكره اتحاد اوروبي ككل في خطر ما. يعني السياسه النقديه للبنك المركزي الاوروبي عن طريق ماريو دراجي هي سياسه تحفيزيه، والاقتصاد بدا يتحسن، شفنا مع ارتفاع معدلات النمو 14 ربع دلوقتي بينمو الاقتصاد الاوروبي، شايفين ارتفاع مستويات ثقه الاعمال والمستثمرين لاعلى مستوياته، ومع ذلك هو متوقف ومتراجع لان الضبابيه بسبب السياسه، عدم اليقين بسبب السياسه هي المسيطره على المزاج العام في اوروبا. اليونان لحد ما السيناريو بتاعها مختلف، اليونان بدات تحقق فائض في ميزانيتها وده شيء ايجابي، مستهدفين منه 3% فائض في خلال سنتين، واتوقع هيكون صعب، ولكن على الاقل ان هم في الطريق الصحيح، هم يسعوا للشريحه الثانيه من حزمه المساعدات.
المانيا لحد ما السياسه هناك مش هتتغير سواء في الانتخابات لحد ما هم متوازنين. بالعكس المنافسين في الانتخابات الرئاسيه اكثر لينا مع اليونان، عاوزين يقللوا شويه من مقاييس التقشف حتى ارضاء الراي العام، وما يحصلش زي ما حصل في بريطانيا مثلا، عاوزين الحزب الشعبوي مثلا او الراي العام مع خروج فكره الاتحاد الاوروبي. فالمانيا بتحافظ على الاتحاد الاوروبي، فرنسا في خطر من الاتحاد الاوروبي، اليونان قد تتعثر او لا تتعثر، وهناك 100 راي في اليونان صحيح. وخارجها، فبالتالي الضبابيه دي كلها. بس هي اليونان كل مره يعني بنوصل على قبل بيوم بيقولوا انه هينا رح نقدر ندفع، طبعا نغطي. الحفاظ على فكره الاتحاد الاوروبي من قبل المانيا بالذات وفرنسا واللي دلوقتي بقت تبعد عن اللي بيحافظ بيخلي فيه استقرار في السوق، ولكن الخوف كله هي كم المساعدات، قد ايه هيكون مقاييس التقشف، قد ايه هيكون خفض الانفاق، هو دي كلها اللي بينتظرها الاسواق. ولكن حفاظ على اليونان، اليونان سيحافظوا عليها في كل الحالات، يعني حفاظا على الفكره الاوروبيه فقط لا غير. شكرا.